حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمي هانة بنت أبي طالب من أنه مر بها فقالت: يا رسول الله، قد كبرت وضعفت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة يعني ناقة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة. قال ابن خلف: أحسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، وإسناده لا بأس به. وليعلم أن الألباني رحمه الله قال: توهمت أن أبا صالح هو مولى أم هانة فأوردته في ضعيف الجامع، ثم تبين لي أنه ليس كذلك، فيكون الحديث صحيحا عنده رحمه الله. وقد حسنه المنذري، قال: رواه الإمام أحمد وحسنه المنذري. وليعلم أن الطبراني زاد في روايته قال: قولي لا إله إلا الله 100 مرة فهو خير لك مما أطبقت عليه السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ عمل أفضل مما يرفع لك إلا من قال مثل ما قلت. وهذه الجملة تبين جملة: ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. معناها كما عند الطبراني، معناها أنه لا يرفع يومئذ عمل أفضل مما يرفع لك إلا من قال مثل ما قلت.